نصل إليه مرة أخرى. كمارا محسن صالح في المنتصف، نقلات صوروية، غيابات قد تكون من جانب الفريقين، لكن بمجرد ربما أن تأتي هجمة أو أن يأتي هدف فقد كرة في المنتصف. كمارا فقط مطالب بأن يسجل هدف، مطالب بأن يسجل نتيجة إيجاب. حول عالي الأمام يحاول من خلالها كمارا، لكن أيضا الكرة فيها لمسة يد على اللاعب الإنفاري كمارا. رودريجو من أمامه، كمارا يا سلام، جوسي أحلى، مرور ممتاز، كبيرة، انطلاقة كمارا، ممكن عرضية، ممكن يمر، ممكن يلعبها، مرور داخل منطقة، تسديدة باتجاه المرمى، ضربة الذي ربما ستكون من خلال احتفالية للفريق الفائز بغض النظر، لكن اليوم كرة القدم أعتقد بأنها قبلت إلى الآن للمعايير والمقاييس، قبلت لغياب العديد. لصالح دور مرتدة عن طريق كمارا، ينطلق من خلالها كمارا، يحاول يمر كمارا، يحاول يعرضها، ولكن أيضا سعيدا بالنسبة للجماهير الصراوية. تعود محاولة، نقلات صراوية، الآن بدأنا نشهد، الآن بدأنا نحاول، يا سلام، عمر ناجي، عرضية، في خمس دقائق بدأنا نشاهد محاولات سواء من صور أو حتى من العروبة، وإن كانت الأكثرية للأزرق الصراوي. كرة في المنتصف، هذا يحاول فيها كمارا صاحب المحاولة الماضية، يلعبها بينية، يا سلام على جوسي، رودريجو، أحمد مشعل وأورسون، فيما تشكيل النادي صور، أحمد خميس، مارع بيد، عبد الله ثويني، حميد جمعة. اللاعبين يعتمد على التحركات على الجناح الأيمن رودريجو وعلى الجناح اللاعب ابراهيم سبيل، لكن ايا هذا وذاك او سواء هذا او ذاك لم ي... او هي رضا للجماهير، العروبه من خلال فقدان للعديد من الاسماء. صور ايضا قد اسماعيل، غير هذه النتيجه، هل ستكون النتيجه مغايره ومختلفه؟ هل سيسعد صور؟ هل سيسعد العروبه من خلال عمر بينية؟ تغيير ايضا في المراكز، كره هناك على الجهه، او ركله جزائيه، وبعد ذلك استطاع ان يسجل الركله الجزائيه التي مقطوعه. تعود في منتصف الملعب باتجاه لاعب كمارا، كمارا يحولها هنا باتجاه لاعب جوسي، لكن ايضا تقطع في المنتصف. الى الان المباراه هادئه، جس نبض متواجد من جانب الفريقين. ديمبو كرة تلعب في المنتصف، سريعة المحاولة عن طريق اللاعب ثويني، محسن صالح في المنتصف، تميرة بين الأمام باتجاه اللاعب كمارا، كامبينيا بالخطأ، تعود في المنتصف، ينادي الصور على كمارا يبحث أيضا هو الآخر عن حل، وبالتالي يعني تحصل بأن اللاعب وكمارا يبحث عن صناعة هدف أو تسديد. كرة بتصل إلى اللاعب إبراهيم صابر، إلى كمارا، كرة تلعب من الركنية، يلا يا جوسي سوي شيء في هذا اللقاء، يحاول يلعب كرة للأمام، أطرقون الملعب، لكن مقطوعة. كمارا يلا يا عبد الله، ينطلق عبد الله، يا سلام على التغطية الممتازة جدا من جانب علي السليم، تعود المرتدة، كمارا إلى شكل ممتاز، إلى لاعب كمارا، طلال حولها إلى جوسي، يلا جوسي حطها إلى كمارا اللي أصبح يتراجع في مركز الارتكاز مكان اللاعب محسن صالح، وتقدم اللاعب عبد الله ثويني مكان كمارا، هنا طلال السيفي يحاول ينطلق، خرج من الدور الأول. قال ايضا تاهل للدوري بالنهائي بعد الحصول على افضل صاحب المركز الثاني، خرج من الدوري بالنهائي امام البطل الجيش السوري بعد التعادل 0-0 والخساره بثلاثه اهداف مقابل لا شيء في الدوري بالنهائي. جوسي البرازيلي في محاوله لصالح نادي صور، يلا يا جوسي يا سلام، يمر يا عرضيه، اتركوه. شركات الانديه الهنديه في ظل تواجد فرصه لنادي صور استطاع من خلالها ان يحرز هدف التقدم، وتصبح النتيجه 3-2 لصالح نادي صور. كمارا في المنتصف يلعب كرة بينية من خالد مبارك، يستخدم مهارته إلى كمارا، طلال السيفي إلى كمارا، كمارا هنا على جهة اليسرى باتجاه اللاعب
اللي دخل عامر سبيت حارس مرمى فريق نادي احمد خميس وهو شقيق سعيد خميس الحارس الاساسي المعتاد اللي اعتدنا في واحد من مجموعه الكره في الخليج وليس في السلطنه. كل التوفيق ان شاء الله لعبد الله وكل التوفيق لكل نجوم الكره هنا في السلطنه. يعني بدانا نجني ثمار نجوميتهم ونتمنى ان شاء الله ان نجنيها في كاس الخليج في خليج 19 وفي كل المناسبات الكرويه الكبرى اللي تكون فيها حاضر. كره بتلعب في وثانيه ستة بيحصل ابراهيم صابر وبيلعبها لمحسن صالح. افضل فريق نادي صور افضل فريق نادي صور اكثر مترابطه خطوط الفريق اكثر. يعني لجوسي يلا يا جوسي خلص الجهه اليمنى عندك 18 كمارا بيلعب من طاجكستان ولكن في الدور الثاني دور الثمانيه لعب مع امام النادي المحرق البحريني فاز 3-2 هنا في السلطنه وخسر هناك في المحرق ب1-0 وبالتالي خرج من الدور الثاني بجانب ديمبو الهندي وايضا بجانب المحرق. 25 دقيقة تقريبا او 28 دقيقة على بداية الشوط الاول 0 نادي صور و0 نادي الانصار. محسن صالح بيحصلها بيلعبها في الجهة اليمنى من الملعب ناحية داود تراوري. تراوري بيلعبها في الجهة اليسرى من الملعب مررها في الجهة اليمنى من كمارا بيلعبها ناحية طبعا أقرب ملاحقيه هو نادي النجمة اللي هو الغريم التقليدي لنادي الأنصار اللبناني. ومتى شقيق سعيد خميس مثل ما ذكرت كرة بتلعب واحد الأنصار اللبناني متبقي 10 دقائق مشاهدينا الكرام لا شيء فريق نادي صور كرة بتلعب يعقوب سليم بيحصلها يعقوب او هذا علي هذا 18 منتخب العراقي ولاعب نادي الانصار اللبناني. كره بتنلعب طنا في المقابل مثل ما ذكرت ممثل الثاني لانديه الستة الاوائل طبعا الاوائل عبد الحافظ الى كمارا تسديده والاخر في هذه المباراه وطبعا ما في احد ملاحق لكن تراوري عنده ملاحق عنده 8 اهداف تراوري هذه كره تراوري كمارا الخالد يسدد والهدف الرابع الهدف